مرة في حينا زارنا فيل ظريف برفق قال لنا ليس هنالك ما يخيف نحن الخير بطبعنا لا نرضى ظلم الضعيف لا يحيا بيننا إلا الإنسان الشريف مرة في حينا زارنا فيل ظريف برفق قال لنا ليس هنالك ما يخيف نحن الخير بطبعنا لا نرضى ظلم الضعيف لا يحيا بيننا إلا الإنسان الشريف بابا رفيق ذكي النبي بالمحبة بالأمل نسمو ننتصر على المصاعب بالعمل بادر دوما إلى الاعتذار عن الزلل لا ترفض خجلا ضحكنا قلنا أجل بالأخلاق الفاضلة بالمحبة بالأمل نسمو ننتصر على المصاعب بالعمل بادر دوما إلى الاعتذار عن الزلل لا ترفض خجلا ضحكنا قلنا أجل